طيب سؤال آخر، ما هو حكم أخذ أجرة مقابل دخول الناس لمكان لقضاء الحاجة؟ يعني عاملين أماكن لقضاء الحاجة مقابل مبلغ، لا بأس لا حرج في ذلك طالما أنها خدمة تقدم، فلا يوجد حرج في دفع المقابل عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالنسبة للسؤال الأول الذي يتعلق بالعامل الذي يقوم بأداء خدمة، إذا كانت الإدارة حكومية يعني هل يختلف الأمر؟ الجواب نعم، قد يختلف الأمر إذا كانت الإدارة حكومية، لأنه لا يعرف شخص يعني له الصلاحية أن يسمح له أن يأخذ مالا إذا أسرع في خدمة شخص أو خدم شخصا. لكن إذا كانت يعني إدارة خاصة، فصاحب العمل يمكن أن يأذن في ذلك، لا مانع لديه في هذا الأمر. وإذا كانت حكومية في بنك كما تسأل الأخت، فيعني عمله في البنك أعظم بكثير من أن يسأل عن مسألة مثل ذلك، فالذي يعمل في بنك ماله يعتبر حراما، فيعني لا يشغل نفسه بمثل هذه الهدية اليسيرة، عليه أن يقلع عن عمله في البنك أولا ثم يسأل عن مثل هذه الأمور اليسيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.